بضل عندي بروبلم 10 بروبلم 10. بس هو حكي لي معطيني زي سؤال 9 بس شو بضل عندي، حكى لي اتش جي بتساوي اتش او، يعني لما بدي اطرحها من بعض بيساوي صفر. فهو شو طلب مني؟ السرعات والانجلر مومنتم اباوتو، يعني سؤال عادي. فهذا كيف بنحل؟ زي الخطوات الثانيه، بطلع الار لكل وحده، بطلع الار بار مشان اطلع اتش جي. الاتش جي قلنا ار فتحه تساوي ار ناقص ار بار، ار بار ايش هي؟ السنتر اوف ماس. هذا القوانين امبارح شرحتها مشان هيك مش راجع عيدها مش راح احطها على الورق. فايش عندي انا؟ بطلع الار والار بار، بطلع منها ار فتحه بوجد اتش او، اتش جي بطرحهم من بعض بيساوي صفر. فشو صار الفكره؟ لما ساوي صفر صار الفكره انه ار كروس ال، يعني صار انه ار موازي ل ال. هاي فكره الصفر، يعني هاي استنتج منها انه ار كروس ال. فلما يكون عندي انا بالعاده خطين، واحد طويل وواحد قصير موازيين لبعض، كيف بدي اخلي الثاني بيساوي الاول؟ نضربه بثابت. شو الثابت؟ لامدا. فاللينير مومنتم بيساوي لامدا ار. شو اللامدا؟ هاي قانونها، احفظ قانونها، احفظ قانونها وطبق اللينير مومنتم بس. هاي لامدا ار، ام في ام في تساوي لامدا ار. شو اللامدا؟ هيها ال على ار. ار ايش؟ الماجنيتيود لار بار. يعني مش راح اقدر افهمك السبب، بس هي لما سالنا الدكتور عنها حكى لنا ايش؟ انه خطين موازيات لازم اثنين يضربوا، لازم ينضرب بثابت. شو الثابت؟ مقداره هذا مقداره. بتكتب له هذا القانون بالحرف، هاي القوانين هاي كلها بالحرف، وبتطبق الخطوه اللي بعدها، تاخذ اكس لحاله واي لحاله وجي لحاله، تطلع الفرع اللي بعده اتش او عادي، بكون طلع سرعات وخلص السؤال. فايش انا الفكره؟ بثبت انه اتش او ناقص اس جي تساوي صفر، بيطلع مع اللينير مومنتم برر الى ار، فالار ال اللي هو ام في بيساوي لامدا ار، فلكل جسم بيساوي لامدا ار. اللينير مومنتم اصلا ام في زائد ام بي ام سي، وبس اللامدا بتساوي 50 في المتجه، وهي اصلا قيمتها ماجنتيود لها، يعني زي كاني انا ضربت بواحد. يعطيكم العافيه.